بسم الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. الآن إن شاء الله تعالى سنقف بكل خشوع لله رب العالمين بحضرة الفاتحة القرآنية. الفاتحة معناه introduction prologos يعني ouverture, c'est-à-dire c'est la porte d'entrée pour le Coran, y compris cette porte d'entrée là. Et elle commence par au nom de Dieu tout miséricordieux, très miséricordieux. بسم الله الرحمن الرحيم. والرحمن اختلف في المفسرون, لكن احنا نقتصر على كليمونس, كونوا دائما في رحمة لكل المجرمين المفسدين. إلى لوماتر وسيد العالمين, فما من قال العالمين هم الإنس والجن, فما قال كل ما هو موجود في خلق الله, ستدير تولي زونيفال العالمين. نعود إن شاء الله تعالى.